اسمي خالد رمزي، محاضر تنمية بشرية معتمد من الجامعة الأمريكية في مجال إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية. أول محاضر عربي معتمد من الجامعة السويسرية في مجال مهارة الاتصال. أنا أتشرف بيكم أكتر، وهديكم معلومات أكتر عني أكيد طارق أداكم، أو أنا هديكم معلومات أكتر عن طريق البروفايل عشان تعرفوا أنتم بتكلموا مين. تمام، انا ما عرفتش ان طارق مجهز كاميرا هنا، كنت فتحت اللابتوب، انا بكلمكم من البي سي دلوقتي او جهاز الكمبيوتر الشخصي. تمام، انا هديكم اللينك بتاع البروفايل بتاعي، تقدروا تدخلوا تشوفوا الشخص اللي بيكلمكم برضه علشان يبقى فيه مصداقية اكتر او تبقوا عارفين مين معاكم. تمام، في كتابين ألفتهم، كتاب مواصفات نجاح الجزء الاول ومواصفات النجاح الجزء الثاني، اعتقد هو دوت لينك الفيسبوك بتاعي. طبعا ما فيش حد غريب زي ما هو قال لي كل اللي هنا، كل اللي هنا متطوعين من الاكاديميه وكلهم من ابناء اكاديميه الدليل. اهلا بيكم جميعا، احب ارحب بيكم الاول زي ما انا شايفكم بالاسم قدامي. اهلا استاذ قطب، اهلا انج لبنى، اهلا هبه، اهلا عبده، اهلا انج غابه، اهلا طارق، اهلا وردين، اهلا انجي محمد، اهلا جمانة شيليا، ام جي مزامل، والسيد مهدي، وسمراء النيل، وخالد، وامي عثمان، ومحمد محمد عبد حاجة، عبد المنان اهلا بيك، ولياء اهلا، محمد فيصل اهلا بيك، فاطمة اهلا بحضرتك، محمد حليمة اهلا يا محمد حليمة، ده طالب عندي. مش انت محمد حليمة؟ ده كان طالب عندي وحضر الدبلومة كاملة، دبلومة التنمية البشرية. ازيك يا محمد عامل ايه؟ هو بعينه. وغادة عاطف، وهيثم، ومستر نهاد احمد، وارمن، وايمان ابو المحاسن. اتمنى ان انا ما اكونش نسيت حد، اهلا بيكم جميعا. طيب انا قلت اسميكم من غير القاب، قولوا لي يا خالد او اي لقب تحبوا تقولوا لي قولوا لي، مفيش اي فرق بيننا. انا انسان بنقل علم وانت انسان بتحاول تاخد علم عشان تفيد بيه نفسك وتفيد بيه غيرك. الموضوع بسيط جدا، احنا هنا جايين عشان نستفيد فقط، مش جايين علشان اي شيء تاني. طيب احب قبل ما ابدا اكون الكل معايا، يا ريت نقفل الفيسبوك كلنا، اللي موجود يكتب واحد بعد اذنكم. طيب انا لو حبيت اعمل ميوت مايك اعمل مين؟ سؤال مهم جدا، لان انا شايف ما شاء الله مين فيكم هيغششني الاول من المتطوعين؟ مين فيكم اسهل واحد، اسرع واحد يغشش؟ اكتبوا بسرعه، اكتبوا بسرعه، مين اسرع واحد هيقول لي لو حبيت اعمل ميوت مايك؟ لا انتوا لسه بتضحكوا. اسرع واحد اهو، في دي ام جالي بس مش عارف افتح، برايفت مسج، تضغط على صوره المايك. انا مش شايف صورة المايك اساسا، فين صورة المايك؟ فوق على اليمين، نشوف مين اول واحد، اول واحد فوق جنب القلم، اول واحد طارق. للاسف لو كان حد تاني كان كنا ادينا له جايزه، بس مبروك يا طارق، انت هتحضر معانا المحاضره مجانا. الف 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 مبروك، كلنا نحيي طارق يا جماعه، ونبعت له ورده لو الروم دي فيها يعني نبعت له ورده. مفيش ورده، نبعت له كده طارق تعب معانا. وعليكم السلام ام جي هوا علي. حيوا طارق، بيبذل مجهود فظيع معاكم. كيف تخطط لمستقبلك؟ تمام، كلمه التخطيط للمستقبل، مده المحاضره دي بتكون من ساعه ونص لساعتين على أرض الواقع. تمام، وبتكون تقريبا في الأونلاين تقريبا نفس الأوقات دي. يا ريت كلنا نحاول إن احنا ننفصل عن العالم الخارجي ونركز احنا في محاضرة. كيف تخطط لمستقبلك؟ السؤال الأول دوت، احنا مين فينا خطط لمستقبله؟ ده سؤال مهم جدا، أحب أعرف مين من الناس هنا خطط لمستقبله، كله يرفع إيده.
يبعت اي حاجة يثبت ان هو خطة في المستقبل. تمام. انا 50%، انا فكرت اكيد اكيد 50%، بس دول 80%. تمام 50%. انا بفكر اهو، لسه بتفكر. اهلا بهذا الدليل، اهلا بحضرتك. طيب 60%، انا بخطط بس طلع مش بمشي زي ما انا عايز كل مرة. الموضوع بسيط جدا، كلنا فاكرين ان ايه هو التخطيط للمستقبل. الجامعة اللي قدامكم دي اسمها جامعة هارفارد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقدم الجامعات في العالم، الجامعة الأمريكية الشهيرة. يتخرج منها العلماء المشهورين، يتخرج منها جون كينيدي، يتخرج منها الناس المشهورين كلهم. جامعة هارفارد كانت من الجامعات المهتمة جدا بموضوع الاستبيانات والاستطلاعات، فجابوا طلبة زيكم في مقتبل عمرهم، قالوا لهم بعد إذنكم مين فيكم مخطط لمستقبلهم؟ فمعظم الطلبة زي ما انتوا كده عملتوا رفع ايديه، قال لهم لا تعالوا. مين فيكم مخطط بالورقة والقلم؟ 10 طلاب بس رفع ايديهم والباقي كله قعد تاني مكانه. بعد 30 سنة سنة 2000 جابوا الطلبة دي، طبعا هناك بيحتفظوا بأسامي الطلبة وعناوينهم ويوصلوهم بسهولة وقاعدة بيانات غير عندنا احنا في الوطن العربي. قالوا لهم دلوقتي انتم حالكم ايه؟ لقوهم ان ثرواتهم، جمعوا ثروات يعني فلوس يعني ممتلكات يعني شركات 90 ضعف ال 90% الفرد الباقيين، 90 ضعف ال 90 شخص الباقيين، بيتقارنوا ب 90 شخص، لقوا ثرواتهم 90 ضعف ليهم. ده يقول لنا حاجة واحدة، إن لازم نعرف إن التخطيط بيكون بالورقة والقلم، مفيش تخطيط بالدماغ بس. انتهى زمن العلم في الراس مش في الكراس، انتهى زمن كل شيء أنا أفهمه بسهولة إحنا أحسن منهم. لأ، التخطيط، الورقة والقلم، العلم، هو هذا ما سيجعلنا نصل، وهو هذا ما سيجعلنا نتأخر. الاختيار بإيدينا إحنا. وصلت المعلومة دي كلنا؟ يبقى أول حاجة في التخطيط للمستقبل ورقة وقلم، ورقة وقلم، أو حتى بورد، أو حتى كيبورد تكتب ورقة وورد، بس أهم حاجة ورقة وقلم. لا يوجد تخطيط بدون ورقة وقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مفيش واحد هيصحى من النوم هيقول أنا عايز أبقى كويس وهيبقى كويس. لازم تعمل حاجة علشان تبقى كويس. مفيش واحد هيصحى من النوم ويقول سأكون أفضل فقط لأني أفضل. لا، سأكون أفضل لأني فعلت ما يجعلني أفضل. الفعل هو الذي يجعلنا ناجحين، أما التفكير والجلوس والسلبية سيجعلنا متأخرين. المحاضرة ستجعلنا نائمين، مش شايف أي حد بيكتب يا جماعة. أنا شفت الناس وقفت مرة واحدة ومش شايفكم. لو حد نام يصحي اللي جنبه، طيب اللي صحي هنكتب واحد بسرعة 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 بسرعة. تمام، مركزين. برافو برافو برافو. على فكرة أنا يعني اللي حضر معايا قبل كده اسألوه، أنا بحب المشاركة أكتر من إن أنا ألقي المحاضرة فقط. العمل، التغيير، لو أنت ما غيرتش نفسك عمر ربنا ما هيغيرك. تمام؟ أنا كنت إنسان في أول حياتي إنسان متوقع عنده الجميل الفشل، بقيت إنسان ناجح علشان أنا حبيت أكون ناجح، مش عشان صحيت من النوم لقيت كل حاجة قدامي نجح. وهنشوف هنعرف ايه اللي بيأثر على نجاح الانسان وايه اللي ما بيأثرش على نجاح. الموضوع ببساطة، تمام يا محمد، تغيرنا فتغير ما حولنا. اول قاعدة في التخطيط بعد ما نجيب الورقة والقلم نقول لا، نتعلم قول لا. قوة ردك هي قوة نجاحك.
قوة رفضك هي ثقتك بنفسك، قوة رفضك هي قوة شخصيتك. طيب احنا هنرفض ايه؟ احنا هنرفض ايه؟ رقم واحد، كل شيء يعطلنا عن النجاح. رقم اتنين، كل شيء يؤخر نجاحنا. رقم ثلاثة، ما لا يهم بحياتنا يعطلنا. الموازات والسهرات وكل شيء نقدر نتحكم فيه. لا تجعل غرائزك وشهواتك تقودك، لا تجعل أهواءك هي التي تقودك في الحياة. الإنسان الناجح هو من كان عقله يملكه وليس من كان قلبه يملكه. فالعقل يعرف الطريق، أما القلب يشعر بالطريق. المعرفة هي بوضوح، الشعور قد يخطئ وقد يصيب. نموذج بسيط، شاب مننا. الأول أحب أستفسر منكم، أنا مصري الجنسية، بتكلم لغة مصرية، بتكلم لغة عربية فصحى، اللغة واضحة؟ تمام، اللغة واضحة لحضراتكم؟ فيها أي مشكلة؟ تمام، أتمنى لحضراتكم بسرعة تكست أعرف الجنسيات اللي موجودة معانا. عاوز كله يشغل إيديه، يبقى عقله في الشاشة، يبقى عميه على الباربراند. سوداني، مصري، دي مصري، مصري، مصرية، مصرية، مصرية. واضح ان كثافة السكان المصرية موجودة هنا برضو، تونسية. طيب احسن ناس كلكم، اهلا بيكم. طيب، كويس جدا، كويس جدا، مفيد من ليبيا طبعا، انا عارف. طيب اهلا بيك. قوة ربنا، يعني لو واحد فينا مثلا قال أنا عايز في الشهر دوت، في شهر رمضان، أحفظ من القرآن الكريم مثلا 3 أجزاء أو 4 أجزاء وأختمه مرتين، ده أنت خططت له وكتبت في ورقة وقلم وبدأت تنفذ. يبقى هنا لازم تقول لأ لأي حاجة تعطلك. يبقى هتصعب يقول لك طب ما تيجي نخرج النهاردة، لأ. يجوا أهلك يقول لك تعالى نتفسح، لأ. انا مركز في الميشن او المهمه اللي انا بعملها. ارباب الاعمال دائما يفضلون الموظف الذي يبحث عن المهمه وتنفيذها ويعتبرها هي العمل. ما يعودش المدير غير يقول انا نفذت ده، انا عملت ده. فمش هتنجح في حياتك وانت يجي واحد صاحبك تقول له انا ورايا الامتحان ولازم اذاكر، يجي يقول لك طب تعالى نلعب بلاي ستيشن مثلا، هتقول له لا. هيقول لك يا راجل بس ما جتش على النهارده تذاكر بكره، هتقول له طيب ماشي بس بكره ما تقوليش تعالى نلعب كده. انت ما قلتش لا، كده انت ما رفضتش، كده انت وقفت مكانك وبالعكس هترجع لورا. كل حد في حياتنا مخطط لحاجه، اللي هيوقفه اللي هينجحه كلمه لا لما يقولها التاني، كلمه لا لما يقولها. مش مشكله، بس هيجتمع بما نحاول حينما يصل الى النتيجه التي ولدتها، اختيار مجال حياتنا. طيب في الجزء اللي فات انا هسمع استفساراتكم عن الجزء اللي فات، لو في اي استفسار قبل ما ندخل في جزء اختيار المجال. تمام، إيه لو في حد حابب يرفع ايديه او ياخد ميكروفون او شايف حد رفع ايديه. ارمن، صح؟ طيب انتوا هنا بتتكلموا في الميكروفون عادي صح؟ اسيب الميكروفون ازاي؟ اضغط ميوت هو ياخده ولا ايه؟ لو حد حابب يسأل، لا سيبك منها. طيب لو حد حابب يسأل يسأل على التكست قبل ما نتنقل للنقطة التانية. كله بيكتب واحد على فكرة، واحد ده جميل جدا. مرات بيضغطوا بالخطأ. طيب ننتقل للنقطة التانية، اختيار مجالنا. هو طارق حرمكم النهاردة من المايك، بس يا ريت ما يحرمكوش من العشاء. يعني اختيار مجالنا، كلنا عندنا مجالات في حياتنا، قد نكون اشتغلناها، قد نكون بنحلم بيها، قد نكون فعلا احنا شغالينها دلوقتي. السؤال ليكم او لكل موجودين في الغرفة، عايزكم تقولوا لي، كل واحد يقول لي مجاله ايه واختاره ولا لسه، يعني واستقر عليه ولا لا.
اكتبه. مش عايز اشوف حد نايم. اطب انا مفتكش بتكتب كلمة. هبة محمد عبده انجي بدر بترول مهندس بترول هندسة ادارة مشاريع. المجالات اللي انتم شغالين فيها فعلا هندسة كهرباء تجارة استقريت تمام شيليا والسيد مهدي امي عثمان ولاء فاطمة غابة الناس بند عليها عشان تصحى مستر مهاد جينا وفوزي وتامر. فوزي وتامر بحب ارحب بيكم حبشيتم اهلا بحضرتكم تمام. كله كتب مجاله. السؤال اللي احنا بنقوله دلوقتي مش كل واحد فينا ممكن يكون كتب مجال والمجال دوت ممكن يغيره في وقت من الاوقات او ممكن يستقر عليه. ممكن واحد يبقى في كلية ممكن واحد يكون خلص. انا مثلا خريج كلية حقوق بعد ما خلصت كان قدامي مجالات كتير ان انا اشتغل في التجارة او ان انا اشتغل في القانون او ان انا اقدم نيابة او ان انا اشتغل في مجال الهيومن ريسورس او بعد كده يبقى التنمية البشرية في المجال دوت. وانا عامل كتير. كل واحد فينا اتعرض في حياته لتغييرات طبيعية بتمر بيها الانسان بيمر بيها الانسان. مجموعك في الثانوية العامة يؤثر، حبك لحاجة، ظروفك العائلية، ظروفك المادية، أشياء كتيرة بتأثر عليك في اختيار مجال. ولكن الجدول اللي احنا هنعمله دلوقتي يا ريت هي المادة العلمية أنا هبقى أرفعها لكم أو المادة موجودة معاكم طارق ممكن يوفرها لكم. هنشوف الجدول ده هيتعمل إزاي وهيوفر علينا إيه. لما نيجي نختار مجالنا واحنا داخلين الجامعة نيجي نختار مجالنا واحنا داخلين خلصنا الجامعة واحنا جوه الجامعة. راح يدخل هندسة يختار بترول يختار حاسب آلي يختار يختار كوميونيكيشن يختار عمارة مدني على أي أساس اختياره. واحد دخل طب يختار طب أطفال طب جراحة على أي أساس. كل حاجة من دول تمام ليها أسس. ثلاث حاجات بتخلينا نختار مجالنا. لا ازاي الدراسة ملهاش علاقة بمجال الحياة. مفيش حاجة اسمها ملهاش علاقة. ازاي؟ بص يا محمد كويس انك جيت للنقطة دي. قد يكون لها وقد لا يكون ولكن ملهاش علاقة بمجال الحياة نهائيا. لا ده صعب جدا. ازاي؟ طيب واحد دكتور تمام هيشتغل طبيب. لكن عمرك شفت مثلا محاسب اشتغل طبيب؟ حالات نادرة او على الاقل يعني مثلا خريج حقوق تمام في بعض المهن يا محمد مش على عموم الفكرة. انا معاك في النقطة دي. بعض المهن قد يجوز بعض المهن الاخرى لا يتم فيها ذلك بعيدا عن المهن التخصصية. ما هي الاشياء التي تؤثر في اختيارنا للمجال؟ اول حاجة الرغبة. الرغبة هي تعرفها، هي الشيء الذي يحبه الانسان بدون ان يدري لماذا. يعني واحد حب يعزف جيتار، واحد كان نفسه يطلع مذيع، واحد نفسه يطلع كاتب، واحد رسام، واحد يبقى ضابط، ما يعرفش ليه. انا حابب اكون كذا. واحد عاوز يبقى تاجر. دي الرغبة ما حكمش فيها اي حاجة، دي رغبته الشخصية. الفرصة. طيب ايه الفرصة اللي بتأثر فينا؟ اول حاجة فرصتك. يعني لو نقول مثلا مكتب التنسيق ده فرصة ان هو قدم لك فرصة دخول كلية معينة. لو انت جبت مجموع كبير يبقى فرصتك اسهل. لو جبت مجموع قليل يبقى فرصتك هتدخل في كليات انت قد تكون مجبر عليها. وده طبعا بيحدث لينا او حصل لنا كلنا يعني تمام. يعني انا كلية حقوق داخلها طبعا غصب عني، فناس كتير هقابلهم منكم هنا اللي دخل كلية غصب عنه يكتب واحد مش حابب يكتب واحد مش طريقة هيكتب واحد كله دخل الكلية بتاعه حاببها. مفيش حد ضحك على مكتب التنسيق؟ مفيش حد كان بيحلم بحاجة ودخل حاجة تانية؟ طيب كويس جدا كويس. في ناس للأسف دي فرص الحياة. في حاجة تانية بتأثر على الفرصة اللي هي الظروف. يعني مثلا دلوقتي انا اخترت اكون محاسب. طيب فرصة المحاسب دي ايه في السوق؟ يعني المحاسب
وطلع اشتغل في السوق المصري في السوق الخليجي، مرتباته مش عالية. طيب لو انا مهندس، فرصتي افضل ان انا الاقي مفعول افضل، او ان انا الاقي مردود افضل للشيء اللي انا بعمله. نفس الحكاية، طب جوه مصر غير بره مصر. يعني لو قلنا مثلا هناخد مخرج تلفزيون، جوه مصر كتير جدا لكن بره مصر مطلوب. مخرج تلفزيون، الطبيب جوه مصر فرصه ضعيفة جدا في النجاح، بره مصر فرصه عالية جدا. الفرص دي كلها حاجات بنكتبها وبنعرف ايه وبنقيم نفسنا بناءها. رقم ثلاثة، القدرة. لا، في مهندسين واخدين حقهم، في مهندسين شغالين في شركات اتصالات، مهندسين شغالين في شركات بترول، مرتباتهم بتعدي 10,000 جنيه. وأكيد لو في مهندسين تانيين منها أكيد هيأكدوا كلامي يعني. القدرة هي مقدرتك أنت على شخص في اللي حواليك. زي مثلا لو قلنا قدرتك على السفر، ده أنت عاوز تحضر ماجستير عشان تروح تسافر من مدينة القاهرة صعبة، تمام؟ القدرة، قدرة أهلك على دفع الفلوس. يعني مثلا لو أنت نفسك تطلع طيار وجسدك ملائم وكشفت كلها ملائمة، لكن لو مش هتروح أمريكا تتعلم ب100,000 أو 200,000 جنيه مصري علشان تبقى طيار، يبقى هنا القدرة حكمت في تحديد مجالك. نفس الحكاية، قدرتك أنت مثلا طولك 150 سم وعايز تبقى لاعب باسكت بول، هتعمل إيه؟ قدرتك كده مش هينفع، تمام؟ ربنا كرمك وعندك 6 صوابع يا سيدي وعايز تبقى عازف جيتار، لا هيقول لك لا روح للبيانو افضل. فكل واحد فينا قدرته شيء والحقيقه اللي هو فيها شيء. فهمنا ال3 حاجات دول، هنبدا نعمل جدول عشان نعرف ايه هو، ايه هو الاختيار ازاي. هو في هنا مشكله، الباوربوينت جاب الكلام من الشمال لليمين، يعني الخانات دي مقلوبه في الجدول. يعني احنا هنبدا نبص مع الشمال كانها بتكتب انجلش مثلا، اوكي؟ اللي فاهم قصدي يكتب واحد. يعني اول خانه قدامنا المفروض على اليمين المجال، اللي فاهم قصدي يكتب واحد بعد اذنكم. تمام. الاول هنجيب ورقه وقلم او على الوورد او على الباوربوينت او على الاكسل، ونعمل مجال، نعمل عمود في المجال ونحط فيه في زمنة الصوت. ده حقيقي الموضوع ده ولا اشاعه؟ بجد يعني. طيب، بسيطه بسيطه جدا، راحت كده صح؟ تمام. المجال، هنكتب اي مجال بنحلم بيه. تحلم تكون طيار، ضابط، مهندس، حابة تكون ربة منزل، رسامة، مهندسة، طبيبة، محامية، كله يكتب المجالات اللي حلم بيها في حياته كلها، او يقدر ينقلها دلوقتي عنده مجرد رغبته فيه. رجعت. طيب ظبطت كده ولا ما ظبطتش؟ زي ما قلت الصوت مجرد رغوة بس. ايوه، في الخانة الأولى بتاع المجال اكتب أي حاجة بتحلم بيها. في الخانة الأولى بتاع المجال اكتب أي حاجة بتحلم بيها، اكتب اسم المجال. طيب كده كويس. بعد ما كتبنا المجالات كلها، طب انتوا ماشيين معايا عملتوه فعلا ولا انتوا بتستوعبوها؟ انا نفسي تعملوه تطبقوه حالا. اللي بيطبقوا حالا يكتب واحد، اللي فتح اكسل بسرعة يكتب واحد. تمام، برافو عليكم، برافو برافو. لا يا لا يا احمد يا اسمت، اكتب اكتبوا بسرعة احمد يا اسمت عشان كلها هنطبق. كتبنا المجالات كلها، نيجي جنب الرغبة. في خانة الرغبة قدام كل مجال نشوف احنا حابين المجال ده كام من 10،
يعني انا مش عارف هينفع اشتغل على الباوربوينت ولا ما ينفعش. هنا لما بكتب مثلا ظهر قدامكم يا جماعة ولا مش ظاهر الكتابة؟ حد يكتب لي، مش عاوز وحدات. طيب تمام. طيب انا قلت مثلا ايه، هندسة، تمام، طب معلش انا دي الوسيلة الوحيدة للكتابة حاليا على ما اعتقد، صح كده؟ طب مثلا هنقول هتشتغل اتش ار. طبعا واحد هيقول لي هو استسهل دلوقتي وكتب اتش ار عشان حرفين بس، اقول له ايوه بس. تمام. هيشتغل تاني ميوزك مثلا او حاجة، تحت القلم في تكست. تمام جدا، تمام جدا، شكرا شكرا يا محمد يا فيصل. مثلا هنكتب يعني هنكتب مثلا احنا طب هنمسح اللخبطة اللي احنا عملناها دي، دي نمسحها. حد مع استيكة يا جماعة؟ حد مع استيكة؟ طيب ما الاكس اللي تحت خالص، والله اللي هيسمع المحاضرة هو مش شايف هيقول الراجل دوت امي في الكمبيوتر، بس انا بقالي 12 سنة بستخدمه، بس اول مرة ادخل قاعة كده. انا دي غلطتي ان انا ما حضرتش كويس، ما دخلت لقيت قاعة جميلة مشيت، انا شميت بس ريحة حلوة فمشيت. هناخد التكست وهنكتب تاني. اول حاجة مثلا لو هنقول هندسة، طبعا ما فيش عربي صح، مش مشكلة، يبقى انجينيرنج. تاني حاجة لو هنقول مثلا طب هنقول ميديكال. تالت حاجة هنقول مثلا عاوز يشتغل في مجال التجارة، هنقول كوميرس. تمام. فلنفرض بقى كل واحد، انا الجدول اللي بعمله مثال بيكتب عربي يعني، خلاص مش مشكلة، خليها زي ما احنا، بس الجدول اللي انا بعمله كمثال، مش عايز حد فيكم ان هو يكتب اللي انا بقوله. تمام. احنا عندنا تجارة اللي هي غير التجارة، عندنا كوميرس غير التريد. موديلست. تمام. الحاجات دي كلها هنكتبها، كل واحد يكتب عنده، يكتبها في الجدول اللي قدامه اللي هو عامله. هنيجي قدامنا كهندسة، عاوز مثلا الهندسة بنسبة كم من 10؟ يعني انا بحب الرياضيات جدا وبحب الهندسة ونفسي اصمم منازل وبيوت، هكتب مثلا بحبها بنسبة 9 من 10. اوكي، التقييم هنا بيكون من 10. طب الميديكال، الطب، هاجي وهقول انا هحتاج الطب بنسبة مش بحب قوي ان انا يعني اساعد الناس، بخاف من الدم، مش عارف، انا شخصيتي كده، هقوم جاي كاتب مثلا ايه 7 من 10. هاجي عند الكوميرس تجارة هقول اه ده انا بحب اتكلم مع ناس، علاقاتي حلوة، بحب بحسب فلوس، بعد يبقى 9 من 10. اوكي، اللي منتبه معايا اللي بعمله يكتب واحد، واللي شغال ب4. لا اكمل جاي لسه، هتوصل ان اللي تبقى بتركز. تمام. بعد ما شفنا المهندس، هنيجي مثلا للفرصة، هنقول ايه فرصة المهندس؟ المهندس جبت مثلا على علي بعده، انا اقدر ان انا ادخل الكلية، وفي كلية في مدينتي سهل ان انا اروحها قريبة مني، دي النقطة التانية. النقطة الثالثة، المهندس جوه مصر مستقبله كويس وبره مصر مستقبله كويس، يبقى فرصة المهندس هنقول 9 من 10. هنيجي على الطبيب. الطبيب انا مجموعي يخليني اخاف ان انا ما ادخلش طب، هيقلل شوية من فرصتي. نفس الحكاية، انا شايف ان انا في مصر هيتعب لحد ما يبقى طبيب ويبقى يتعب، بس برضه هيلاقي شغل جوه مصر او بره مصر فهياخد 8 الفرصة. طيب المحاسب، المحاسب انا شايف ان المحاسب ملوش مستقبل جوه مصر كبير ولا بره مصر، يبقى نقول مثلا 6 من 10.
دي الفرص بنقيمها، ما حدش يلتزم بالارقام دي، كله يعمل الارقام بتاعته بناء على دراسه سوق وسائل الاشخاص ويقعد مع نفسه يشوف حب الحاجه دي. هنيجي بعد كده هنشوف القدره، قدرتك ايه؟ طيب الهندسه انا قدرتي في الحسابات كويس تمام، وبقدر احصل اشياء كتير عن طريق الفهم مش عن طريق الحفظ، وده بيساعد في الهندسه، وانا بحب حاجه زي كده، فانا شايف ان انا هقدر على حاجه زي كده بنسبه 8 من 10. طيب الطب، ما احنا قلنا بقى الطب انا بخاف من الحاجه دي وخاف المس الجلد بتاع الناس وكده، فهتبقى قدرتي 7 من 10. طيب التجاره مفيش اسهل من الحسابات والاكسل، فهنقول 9 من 10. هنشوف المجموع 9 و9 18 و8 6 و20، ادي 26 بنجمع كده، لان كان عندي طالبه مره جمعت كده. فين البوينت؟ ده البوينت. جمعت كده، لا هو جمعت بالطول يعني، جمعت القدرات كلها حطيتها والفرص كلها والرغبات كلها. طيب غششني الميزه فين؟ هي في حاجه انا عملتها اسمها بول، هي عماله تجمع دلوقتي، هتنفجر بعدها لو حصل ايه؟ بس خلاص كده؟ كده مظبوط يعني، لو تكتبوا لي 4، لو انا اللي يعني وانا اللي بتكلم تكتبوا لي 4 خلاص، هي السفينة هتقع تكتبوا لي 4. الصوت ضعيف خلاص، قائد السفينة رجع وما تخافوش. على فكرة لو في حاجة حصلت يا جماعة، في عوامات ورا الروم وفي 2 لايف جاكيت، بس واحد ليا واحد هبقى اختار لي ينط معايا، اللي هيجاوب صح على السؤال اللي هسأله هينط معايا. اوكي يلا سؤال كده بفوق بسرعة لحد ما نشوف اللي موجود يكتب واحد بسرعة. في زنة جت، هنوديها هنوديها تمام. برافو 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 برافو، يلا هنشوف مين ناوي نجيب لايف جاكيت عشان لو السفينة وقعت مرة تانية. السؤال هو تمام، الجامعة اللي عملت استبيان في أول محاضرة اسمها جامعة إيه؟ بسرعة. هارفرد، محمد حريمة. للأسف هموت أنا وأنت، موتة وحشة أوي يا محمد يا حريمة. يعني أنت الوحيد اللي جاوبت الإجابة دي بسرعة. طيب إحنا وصلنا لحد المجموع، هناخد 7 7 14 اللي هي في كلية الطب، بعد ال 14 8 هيبقى 24، وبعد كده نفس الحكاية في كلية التجارة 18 و6 هيبقى 24. ايه هنا اكتر مجموعة موجود عندنا؟ ازاي الصوت فصل؟ طيب تمام، ده عندك انت يا محمد بالظبط. المجموع الاكتر هو مجال كلية الهندسة، يبقى هو ده المجال اللي نشتغل فيه فقط تمام، ده المجال اللي احنا نشتغل فيه فقط في النص 22. اوكي
تمام. يبقى ده المجال اللي احنا نشتغل فيه فقط. ليه بقى؟ لان في شيء في الحياة اسمه التخصص، وده هتعرفوه في تنظيم الوقت اللي هندخل عليه كمان شوية. شيء في الحياة اسمه التخصص. التخصص ده عبارة عن ايه؟ العمل الذي تعمله ويكون هو مصدر رزقك، يكون شيء مركز فيه. لو مجالين عندهم نفس المجموعة هنوصل للنقطة دي. احنا الأول بنختار مجال، في حالة الاختلاف بنلجأ للندم، بننقل الفرصة اللي هي دي تمام في الندم. هنشوف، يبقى هنا 9 وهنا 8 تمام، وهنا 6. مين هنا الندم فيها يكون أكتر؟ كلية هندسة. يبقى لازم أشتغل في كلية الهندسة دي للمقارنة، وأكتر حاجة الندم ده أرقامه على أساس إيه؟ على أساس الفرصة. أنت الواحد بيندم في حياته على إيه؟ على قدرتي ولا على رغبتي ولا على أساس الفرصة اللي كانت قدامي فوتها؟ على أساس الفرصة اللي كانت قدامي فوتها. ليه؟ لأن الفرص دي شيء مش بإيدينا، أما القدرة والرغبة دي بإيدينا إحنا. وصل الجدول دوت كل استوعبه. طيب طيب ممكن تقول لي يا استاذ هذا دكتور انجينيرنج احمد اسد؟ تمام، معلش عيد. الندم، الندم هو الفرصة، بتنقل خانة الفرصة للندم تمام. وكلما ندمك زاد على حاجة اعرف، او فرصتك فيها خليها، اعرف ان هي دي الاهم، لان هو ده الشيء اللي هتندم عليه اكتر، فتحاول انك تختاره هو. عدت الندم تاني. طيب كان في حد مش مقتنع، يقول مش مقتنع ليه؟ لو ندمت كتير أكتر ندمت. أنت بتنقل الرقم اللي في خانة الفرصة إلى الرقم اللي في خانة الندم، وبناء عليه بعد كده بتشوف أكتر حاجة هتندم عليها. الموازين اتقلبت، مش مشكلة يا خالد. المجموع أولا يا خالد، ثم بعد كده بتبص على الندم. ما بتبصش على الندم قبل المجموع، المجموع أولا، ثم في حال تشابك المجموع بص على الندم. تمام، يعني في حالة إن المجموعة ما بتساوي زي ما سألت أختنا، يبقى بنروح للندم. خلاص، يبقى خليك مع المجموع، يبقى خليك مع المجموع، خليك مع المجموع في حالة تناقض الاثنين، تخليك مع المجموع. ماشي، في استفسار تاني بالنسبة للجدول دوت؟ الناس كلها عملت اللي عمل يكتب واحد تاني بعد إذنكم، أنا بحب بس أشوف مين صاحي معانا. تمام، أهلا بمحمود سليم، أهلا برضوى، أهلا بمحمد، وأهلا بمنعم، بس اسمك في آخر، أهلا بيك. طيب لا، ما تطرحش المجموع من ندم في حالة تساوي. لو في حالة تساوي مجموعين، شوف أنه ندم أعلى وحاول تشتغل فيه. ممكن مراجعة بسيطة للجدول بسرعة. طيب اللي موافق على مراجعة بسيطة للجدول بسرعة يكتب واحد بعد إذنكم. الجدول ده هام جدا. الجدول دوت للطلبة اللي داخلين كليات، الجدول دوت للي جوه الكلية عايزين يختاروا أقسام، للي خلصوا الكلية عايزين يختاروا كارير، للي مختارين كارير أو مهنة معينة وعايزين يتنقلوا منها. الأغلبية قالت واحد. هنشوف أول حاجة، بنشوف مجالنا في الحياة، نكتب أي مجال نحلمه نحلم بيه، وبعد كده بنشوف رغباتنا. رغباتنا هو الشيء اللي بنحبه بناء على حاجات ملناش دخل بيها، يعني
انا صحيت لقيت نفسي على حد بقى طيار يا دكتور، بنكتب الرغبه وخلاص، نكتب قدامها الرقم، التقييم بيكون من 10. بعد التقييم بنبص على الفرصه، تمام، ونكتب قدام الفرصه، فرصتك داخل مصر، فرصتك جوه مصر بعد 10 سنين، خارج مصر، في كل مكان فرصه المهنه دي ايه. طبعا الفرصه هنعرفها عن طريق ان احنا نسال اصدقائنا، نسال الناس اللي شغالين فيها، نبحث على الانترنت، نشوف مرتباتها ايه. تمام يا محمد، تمام، ولسه هنكمل على فكرة. طيب اتفضل يا باشمهندس احمد، اتفضل. القدرة هي قدرتك الشخصية، قدرتك المادية، قدرتك المعنوية، تمام، للوصول الى هذا الشيء بتقيم نفسك، هتقدر توصل له ولا لا. الحب مش لوحده العنصر الاساسي، طبعا طبعا الحب مش لوحده العنصر الاساسي. حب ما تعمل كي تعمل ما تحب، دي حكمة برضو موجودة لا بد ان ننظر اليها. للاسف مش كل حاجة الواحد حاببها ان هو هينجح فيها، تمام، والدليل ان لو واحد مثلا بيحب يلعب شطرنج، ما هو انت استحالة انك ما تكون ما تحبش حاجة يبقى رغبتك فيها قليلة، لو رغبتك فيها قليلة استحالة مجموعها هيكون اكبر. وصل الفكرة؟ هي حاجة حاجة قدام حاجة، هي الفكرة في جدول التوازن بين الحياة وبين شخصيتك وبين رغباتك، ده اللي حصل. يبقى هو ده اللي هتنجح فيه. ممكن واحد بيحب يلعب شطرنج بس مش معناه ان فرصته ان هو يبقى لاعب شطرنج او قدرته ان هو يبقى لاعب شطرنج على انه يبقى ده مصدر رزق. بعد ما عملنا الجدول هنروح لعوامل الثلاثة الآخرين. يعني لو احنا اتكلمنا عن 3 حاجات بتأثر في مجالك، ايه؟ قلناهم ايه هم الثلاثة؟ الأسرع بيكتبوا 3 في سطر 1، الـ3 في سطر 1 3 أشياء اللي بيأثروا فيك في اختيار مجال، اللي بيأثر أثناء اختيار. ما هي الـ3 أشياء؟ واحدة والقدرة والفرصة. ألف مبروك، إجابة صحيحة. خد اللايف جاكيت من حليمة، سحبوا منك اللايف جاكيت، لغاية دلوقتي المركب بعد كده طارق، لغاية دلوقتي المركب هتغرق والطلبة كلهم نايمين، مفيش غير 2 جاوبوا صح، 2 جاوبوا صح بس، 3 جاوبوا صح بس، عشان انت ما كتبتش حليمة الإجابة المرة اللي فاتت، ما كتبتش الإجابة. ما بحبش الطالب يبقى صاحي مرة واحدة وينام. الاستمرارية في اختيارك للمجال، ابحث دائما عن الاستمرارية. يعني ما ينفعش مثلا واحد يختار مجال يفتح مشروع فيقول انا هفتح مجال، هفتح محل بلاي ستيشن 2. طب ما البلاي ستيشن 2 هينتهي، تمام، هتيجي بعدها مفيش بلاي ستيشن 3، مفيش بلاي ستيشن 4، البلاي ستيشن هينتهي، المحلات هتقفل بعد سنة بعد سنتين. مبدأ الاستمرارية مهم جدا في اختيارك للمجال. ما ينفعش تقول انا هشتغل مهندس كمبيوتر بس، طب الكمبيوترات هتختفي في سنتين، هيبقى كل حاجة ايباد ونوتبوك ولابتوب، مش هيبقى فيه كمبيوترات. دور على شيء بيبقى له البترول 2050، بعد كده هتروحوا تشحتوا، يعني هتشحتوا مهن تانية. فلازم تبص لاستمرارية الشيء. رقم 5 الانتشار. بص دايما على حاجتك بتنتشر ولا لأ، يعني هل هتبقى انت الموظف في مكان واحد ولا موجودة في أماكن كتير، الحاجة دي تقدر توصل لها، تقدر تتنقل بينها. الانتشار مهم جدا، تمام. يعني أنا كنموذج بسيط، لما بدأت مجال التنمية البشرية اتعرض عليا إن أنا أكون مع أكاديميات، يعني تيجي أكاديميين ويقولوا لي أنت هتبقى معانا تاخد مرتب شهري وتعيش حياتك
الصبح شغل وبالليل اجازه وبراحتي. الدليل ايه؟ هبقى في الدليل بس، مش هنتشر، مش هقدر. الانتشار مهم جدا في اختيارك للمجال. ثم بعد كده رقم 6، عمق الأثر. الحاجة اللي تعني يبقى شيء يبقى في لك. احنا لما بناخد تنمية بشرية عشان نكون أفضل، عشان نكون مميزين، تمام؟ عشان نكون مميزين نحاول دايما إن احنا نسيب حاجة في التاريخ. اسم الإنسان لا يموت، الإنسان لا يتوقف الآخرين عن ذكر اسمه. صح ولا لأ؟ اللي موافق على الكلمة دي يكتب واحد. ده قول مأثور لأحد الأشخاص الطيبين جدا يعني. إنسان لا يموت حين وفاة، ولكن إنسان يموت حين يتوقف الآخرين عن ذكر اسمه. لذلك اعمل شيء ليه أثر، حاول تعلم الآخرين، حاول انقل فكرك للآخرين، حاول يكون لك بصمة على الآخرين. بسبب عمق الأثر عملت كتاب، تمام؟ وعملت كتابين، وكان من تشجيع من طلب عندي هم اللي انت يعني زي الكلمة اللي أنا قلتها دي، قلتها في محاضرة على يعني فكرة، قول مقتول بتاعي أنا قلته في محاضرة. فالطلب قال لي طب ليه ما تعملش كتاب وتكتب فيه أقوالك؟ وبناء عليه استمر الموضوع وبسيط، لأن أنا بشرح عمق الأثر ازاي ما يبقاليش انا اثر بعد ما اموت. محاضراتي تنتهي، حط عمق اثرك في كل مكان، حط فيديوهاتك، حط محاضراتك، كتاباتك. عمق الاثر مهم. الملكية، يقولون دائما الملكية، ان الشخص اللي بيملك رأس مال وينفذ مشروعه ويعمل به افضل 100 مرة من شخص يشتغل عند ناس تانيين. لأن ملكيتك للشيء هتخليك دائما تستطيع أن تزود الشيء ده. لكن لو أنت شغال مثلا مندوب مبيعات أو موظف، عارف أنا آخري 5000 جنيه، الشهر اللي جاي 6000 جنيه، الشهر اللي جاي 7000 جنيه. الملكية لا تورث، الملكية تورث لكن الوظيفة لا تورث. يعني لكن لو انت فاتح مثلا اكاديمية، الاكاديمية تقدر تورثها لاولادك يديروها. اما الدكتور جامعة خلاص مت، هيتبقى انا عايشك فقط. فنحاول دائما ان مهما طال بينا العمر، مهما اشتغلنا مع شركات ومع اشخاص، تبقى حاطط في دماغك انك تعمل حاجة تكون انت الذي تملكها. لان هو دوت هيزيد من نجاحك. بالظبط بالظبط، تشتغل في مشروع انا املكه، اقدر اطوره ازوده. بس مش معنى دوت ان انا حاليا معيش راس، ان انا معيش راس مال فراح افتح مشروع، او معيش راس، او معايا راس مال فراح افتح مشروع. انا مش فاهم. لا، بس لازم تكون حاطط في دماغك في يوم من الايام انك انت هتفتح مشروع، انك انت هتفتحي مشروع. وبعد كده الدخل الشهري اللي هو المرتب بتاعنا، يبقى اشوف انا يكفيني في الشهر 1000 جنيه، يبقى هيأثر في مجال حياتي ان انا ادور على وظيفة تدخل لي 1000 جنيه. ماشي، احلم 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 الحلم ببلاش. طيب ناخد بريك قصير، بقالنا ساعة، اللي عايز بريك يكتب واحد. تمام. طب صدقوا بقى كلكم عايزين بريكات، انا زعلت منكم، زهقت مني. هاخد بريك انا كمان معاكم علشان اشرب حاجة، تمام، علشان صوتي، ونعود بعد 5 دقائق من الآن. افتحوا الفيس، افتحوا الفيس، انا شايفكم واقفين على بوت الفيس، عايزين تعملوا جيم، افتحوا الفيس. وعدنا مرة
أخرى إليكم، ويوم جديد مع ملتقى الدارين ومحاضرة جديدة. يا ريت كل موجود معانا يكتب واحد واحد بسرعة، نشوف كل تكست واحد فوق شوية. اصحوا الآن عبر الأثير، ننتقل إلى الجزء الآخر من محاضرة كيف نخطط لمستقبلك. مشاريع الحياة، 8 دقائق بريك تخليك تيجي عشان تشوف الشكلين اللي قدامك. أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، أكبر فندق في الوطن العربي. حلمك كل ما كان كبير كل ما قدرت توصل. لو حلمت انك تكون افضل مهندس في العالم، هتكون على الاقل افضل مهندس في القاهرة. لو عرفت تشتغل صح على حلمك، لكن لو قلت انا هفضل افضل مهندس في شركتي، حلمي بعد 20 سنة اكون افضل مهندس في شركتي، هتيجي بعد 20 سنة تلاقي نفسك افضل مهندس في القسم بتاعك فقط. على قد حلمك هتوصل، على قد حلمك هتوصل، على قد حلمك هتوصل. كل ما كان حلمك ضيق وافقك ضيق مش هتوصل. كل ما كان حلمك كبير، لو ما قدرتش توصل له هتوصل لحاجة كبيرة جدا. حلمي نوبل، العز بن عبد السلام. كان العز بن عبد السلام واقف في يوم وقال أنا عندي 50 سنة، عاوز أبدأ أدور على علم. كان شخص عادي زيكم زي ناس كتير، قال أنا عايز أكون شيء في الدنيا دي. فبدأ في دمشق، وقام جاي يتحرك، وقام جاي راح ناحية العراق. راح العراق، قعد مع العلماء، قعد يتعلم منهم سنوات طويلة العلم والفقه. ساب العراق وقام جاي راح المغرب، حصل على فقه من المغرب كبير جدا، وعاد إلى مصر وبدأ يطبق الفقه عن طريق إن هو يشتغل في القضاء المصري. بعد ما وصل 80 سنة، بعد 30 سنة من بداية، وعليكم السلام يا رجل، اختيار مجال الحياة، بعد 30 سنة بقى أشهر قاضي في التاريخ، وهو الذي قال لشجرة الدر لا تولى امرأة على رجال. وقف قدام الحاكم القاضي من 1000 سنة، لما وقف قدام شجرة الدر ظل التاريخ يذكره، رغم إن هو بدأ حياته إمتى؟ بادئ حياته وهو عنده، لحظة، راحت كده 50 سنة، أعتقد إنها راحت. يبقى نفهم إن مفيش حاجة في حياتنا بتوقفنا عن حلمنا. سننا الكبير، أنا بدأت أتعلم فنون الإدارة والتنمية البشرية بعد 24 سنة من حياتي، بعد ما خلصت الكلية، بعد ما اشتغلت وظيفة بيع، بعد ما سافرت، بعد ما قعدت في البيت، قررت إن أنا أكون نفسي، أبدأ أشوف مجالات كتير وأوصل اللي أنا عايزه. كل واحد فيكم جواه حاجة هتوصل اللي هو عايزه، بس الأول يعرف هل هو عاوز ولا مش عايز. رغبتك في الوصول هي الوصول شخصية، لأن الرغبة هي اللي هتخليك تقوم تتحرك.
لكن لو انت عارف ازاي تتحرك ومش عاوز، عمرك ما هتتحرك. كل واحد يكتب امره على التكست بسرعة ويشوف هيقدر يتحرك ولا لا، نشوف مين اكبر واحد في الروم. يلا لو في بنات معديين ال60 سنة ما يكتبوش، عشان ما بتحبش نسأل بنات اسمهم. عمركم اكتب عمرك بالظبط. بسم الله ما شاء الله يا فيصل، اصغر طالب معانا 24 للاسف. طب انت للاسف ايه، صغير ولا كبير؟ انت ما زلت في العشرينات يا تامر يعني. طيب انت شايف نفسك كبير، مفيش حد كبير، كل واحد من يوم يقدر يصحى يكون انا هبقى انسان جديد. يقول كده بس، يقول كده وهيبقى انسان جديد لو اكتملت بداخله الصفات. من اللي نقطة مهمة قبل ما ننقل النقطة دي، عايز اسألكم على حاجة. في كلمة مشهورة طبعا انتوا عارفينها وقالوها لكم كل المحاضرين اكيد في التنمية البشرية، بس انا هحاول اشرحها باسلوبي تاني، ركزوا معايا فيها. راقب افكارك لانها ستصبح كلمات، وراقب كلماتك لانها ستصبح افعال، وراقب افعالك لانها ستصبح عادات، ثم راقب عاداتك لانها ستصبح شخصية، وراقب شخصيتك لانها ستصبح مصير. كلمة شهيرة، معقولة شهيرة، وهي منطقية جدا. اللي سمعني يكتب واحد، عشان هقولها له بأسلوب تاني، هقولها له بأسلوبين دلوقتي. نركز في الكلام، ركز في الكلام اللي ماشي وودنك معايا. راقب أفكارك، أنا عاوز أشرب سجاير، شايف صاحبي بيشرب سجاير، انا عاوز اشرب سجاير، عاوز اشرب سجاير، كل شويه بشرب سجاير، عايز اشرب زيه. لانها ستصبح كلمات. لو سمحت ممكن سيجاره؟ راقب كلماتك، ممكن سيجاره؟ معلش 3 سيجاره بعد اذنك. لانها ستصبح افعال. هتاخد نفس، 2 سيجارة، 2 راقب أفعالك، ما اهتمتش، ما قلتش خلاص كفاية كده. لأنها ستصبح عادات، بقيت كل يوم أشرب سجاير مش واخد بالي، سايب نفسي. راقب عاداتك لأنها ستصبح شخصية، بقى مدخن، الشخص ده مدخن، مدخن، ساب نفسه بقى مدخن، بقى لي 5 سنين بدخن، 10 سنين بدخن. راقب شخصيتك لأنها ستصبح مصيرك، هتتعب، يجيلك سرطان رئة، سرطان شفاه، فلوسك تقل، مراتك ممكن تتعب لو في حمل. أنا ما بضطهدش الناس بيشربوا سجاير، بس بفكرهم باللي هيقابلوه في حياته. وصل الفكرة؟ اللي استوعب الفكرة يكتب واحد، استوعبها دلوقتي يكتب واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. أشكركم أشكركم جميعا، 15 16، بسم الله ما شاء الله عليكم، متطوعين هايلين بصراحة، مركزين كلهم. نبص لها من ناحية تانية، ده انا ما كتبتش واحد، ده في واحد اسمه خالد، هو جاسوس باين. يعني هو في واحد دخل الروم اسمه خالد، هو جاسوس، فاحنا عاوزين نعرف يعني لو انا مشيت هتعرفونا ازاي بقى، طلعوه على الميكروفون لحسن. يحدفكم بطوبة اه انت خالد. يحدفكم بطوبة وتلبسوها فيا انا. ايه الفرق بين الهواية والمجال؟ عاوز اشوف منكم احلى اختراعات على التكست، قولوا لي ايه الفرق بين الهواية والمجال في السطرين مثلا. تعريف بسيط، محمد حليم انت لو جاوبتها صح يبقى بجد، يبقى انت كويس انك حضرت المحاضرة دي معايا من 6 شهور تقريبا. تمام، الاجابات نازلة، الاجابات نازلة، كله تايبنج تايبنج.
ليه الإحراج ده؟ أنت بتحرجني أنا، ماشي يا عم. الهواية من أجل المتعة لكن المجال أسلوب معيشة. قربت يا خالد. حاجة بتحبها لا تمل منها، المجال هو الشيء الذي أشتغل به. قربت جدا يا طارق. شيء أستمتع بعمله، حب لك المجال مجهد جدا عليه. صعبة شوية يا غابة، مش دي الفكرة. قربت جدا يا باشمهندس او انجي محمد محسن، محمد حسون. قربت جدا. منطقة عمل، هو قرب جدا. ايوه التخصص اللي انا اخترته. تمام. طيب برافو عليكم كلكم، اجاباتكم تقريبا شبه صحيحة، ولكن ناخد الفرق بين هو المجال. الهواية هو الشيء الذي نحبه ونقوم به يوميا. المجال الشيء الذي نأخذ منه قوت يومنا. مش شرط يا هلا انك تكوني بتحبي. ناس كتير بيشتغلوا حاجات ما بيحبوهاش، ولكن هو من الآخر زي ما بنقول المصريين فين؟ المصريين فين؟ يكتبوا لي بسرعة. وحدات وحدات وحدات، هسألها لكم بسهولة. وحدات بسرعة بسرعة بسرعة. من الآخر، من الآخر بقى، فهمت لكم باللغة العربية الفصحى؟ لحظة، المصريين بس، لحظة، كل واحد هوصل له دلوقتي. الفرق إن المجال أكل عيش، الهواية حاجة بنحبها ملهاش أي فايدة غير إن إحنا نعملها. التونسيين فين؟ التونسيين فين بسرعة؟ المجال لقمة خبز. سافا سافا، اللي بعده خلاص. مفيش جنسيات تانية؟ وصلت بكل اللغات؟ أيوة خبزة كمان. أيوة لقمة خبزة عندهم هناك، يعني الخبز بيبقى خبزة. يعني احنا مثلا، طب احنا هنا لو عندنا عيش هنقول عليه عيشة؟ اختلفت اللغات والوطن واحد، كيف تقسم وقتك؟ عندنا في اليوم 24 ساعة. طبعا انتوا اخدتوا ادارة وقت كتير صح؟ دي مشكلة، اخدتوا ادارة وقت. برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك يا رفع راسنا في الملتقيات كلها. فكرني ابعت لك كسوة الشتاء ان شاء الله. تمام. في الكلية خدتوها إدارة الوقت. هقول لكم حاجة، العلم دوت، العلم بتاع إدارة الوقت، أنا لما بصيت له لقيته معمول بالنظام الأجنبي. معمول إن مثلا هناخد مثلا محمد حليمة كنموذج، هيكتب مثلا إدارة الوقت بتاعته إزاي، يعمل إكسل شيت ويكتب الساعة 8 سأتجه إلى لعب كرة قدم، الساعة 9:15 أنتهي من لعب كرة القدم، 9:30 ارتدي ملابسي، 9:30 اكون في منزلي، الساعة 10 اتجه الى عملي، 10:30 اكون موجود في العمل. بكل بساطة ده التايم مانجمنت او ادارة الوقت في دول الخارج. طيب انا لما جيت ابص هل ده عملي؟ قلت انا عندي قاعدة عامة، ما ينفعش اعمل حاجة غير وانا مدرب الطلبة عليه، يعني غير وانا مجربها، يعني مجربها بنفسي. تمام. فجيت في يوم قلت هستيقظ الساعة 11 ظهرا. تمام، هستيقظ، هفطر، اصلي الظهر، الساعة 12 ونص انزل اروح اوصل اكاديمية 1:30، ادي محاضرة الساعة 2، انتهي الساعة 3:30. كل حاجة كتبته على اساس ان انا همشي بالنظام اللي هو الامريكي او العلم الاجنبي اللي هو موجود. اصحى من النوم في ايدي، اصلي الظهر، كل ده في ايدي، ابدا انزل من باب البيت كده، بقيت مهيأ للظروف. لا انا بصحى 11 الصبح، ده كده كويس جدا. انا مش عارف انتوا بتصحوا كام، بس اي حد بيشتغل يعني اكيد بيصحى بال 12 يعني. المهم
30%. لحظة، محدش يبص على الشكل دلوقتي يا أستاذة إيمي بعد إذنك. أول ما بتنزل من البيت بتتعرض لظروف خارجة. بدأت قلت أنا هطلع 12 ونص، هوصل مكان 1:30، طلعت 12 ونص وصلت 2:05. ليه؟ قابلني قطر بيقطع الطريق، قفلوا الطريق، قابلني زحمة، قابلني لجنة موقفة الطريق، نزلت رحت خلاص. بعد ما وصلت دي اتأخر 25 دقيقة، فبناء عليه مجال العلاقات العامة اتأخر، فهتأخر، فلقيت الطالب نفسه جاي لي متأخر، تمام، داخل لي بعد المحاضرة ب10 دقايق، وكل واحد بحجة، اللي يقول لي أصل والطريق، واللي يقول لي أصل الامتحان، وأصل الدكتور في الجامعة، وأصل وأصل، تمام. وبعد كده وصلت ان انا خلصت متأخر، ان انا خدت بريك 5 دقايق، لقيت الطلبة جم بعد 10 دقايق. ليه؟ لان انا نزلت اجيب شيبسي، بعد كده على ما عملوا الشاي، بعد كده. هذا هو الوطن العربي عامة والشعب المصري خاصة. وضعت نفسي ان انا الجدول فشل في اول يوم، ثاني يوم فشل، فقلت طب احنا نوصل لحل وسط، نشتغل على اليوم كله كوحدة واحدة وما نقسموش شرائح مش بإيدينا. فلو قلنا اليوم 24 ساعة، فلنفرض 30% منه هنقضيه نوم. وطبعا أنا لم أقابل أي إنسان نجح في حياتي نام أكثر من 8 ساعات نوم. بالظبط كده، هنشتغل نظام مهمات وليس نظام توقيتات، يعني هنشتغل بنظام مهمات وليس بنظام وقت، تمام؟ السؤال هنا، مين هنا بينام أكتر من 8 ساعات؟ يقول بس، يقول أنا شايف في بنتين بيكلموا بعض، يقول لها شايفة؟ مش قلت لك أنت بتنامي 12 ساعة بس؟ قولوا، محدش هيمسككم. مين هنا بينام أكتر من 8 ساعات في اليوم؟ أنا 10، يا بختك يا تامر. أنا آخر مرة نمت 10 ساعات كانت 2007. ربنا يديك الصحة حليم. يا طارق، انت على طول اونلاين ما شاء الله عليك. في الاجازه انا. يبقى القاعده الاولى حطها قدامك، مفيش انسان. ايه يا هيثم؟ ايه 15 ساعه في اليوم يا هيثم؟ طب ده انت كويس قوي انك انت قاعد معانا من غير ما تنام. مفيش حد ناجح بينام اكتر من 8 ساعات، انتهى. انتهت النظريه. بعد كده 30% مجالك اللي هو الشغل، شغال مدرس، شغال محاسب، 8 ساعات في اليوم، 9 ساعات أقصى شيء. للأسف بلاقي ناس كتير مثلا يقولوا إيه، أنا هشتغل مدرس وبالليل هدي دروس. طب هتشتغل كام ساعة في اليوم؟ لا، أنا أشتغل من 8 الصبح ل 10 بالليل. أيوة، يعني كام ساعة؟ يعني 16 ساعة، وممكن أخد ساعة راحة 15 ساعة. طب إيه؟ انت كده ناجح؟ انا بعمل فلوس. طب وهل نجاح فلوس؟ واحد تاني، لا، بعد 8 9 ساعات بيقل تركيز الشخص في اي شغل، يبقى ال10 ساعات الزيادة دي كتير. لا تمام، ده امتى؟ ده في حالات الضغط مش في الحالة الطبيعية. وفي فرق بين الشغل ان هو يقف مثلا محاضرة 18 ساعة، وفي فرق بين ان انا اكون اشرح 8 ساعات وفي نفس الوقت اشتغل علاقات عامة 30%، وده اللي هنيجي قدامه. تمام، يبقى الشغل اللي نفضل ان هو يكون من 8 ل 9 ساعات حتى يكون بتركيز، ال 30% علاقات عامة. قبل العلاقات العامة عايز اقول لكم 10% اللي هي ساعتين، ساعة ونص في اليوم، الهواية. يعني ايه هواية؟ يعني الشيء اللي واحد بيحبه. كل واحد يكتب لي فيكم هوايته كده بسرعة بعد اذنكم، لان في استفسار هيجي دلوقتي بعدها. كل واحد يكتب هوايته، قراءة، قراءة والمشي، كمبيوتر وموبايلات، النت، قراءة وجري. كل اللي كتبوا جري، انا ما لقيتش واحد بيجري في الشارع من سنة 90. يلا مش مشكلة، تصوير، كرة قدم، فوتوغرافي، القراءة مع الهاند ميد. تمام. طيب مش بنكتسب فلوس من ورا ده؟
صح؟ فهنعمل ايه؟ تمام، اكيد بتلعب سيف المعرفة اكيد يعني يا رجل. هنعمل ايه؟ بص بقى، في الساعة ونص دي او الساعتين نتفرغ لهوايتنا يوميا. يعني من الاخر يا طارق، انت بتقول بحب الانترنت، ما تقعدليش في اليوم 6 ساعات انترنت اونلاين عشان تلعب. ساعتين بس، ساعتين بس. طيب والله كويس، بلد يوم السحر. تمام، يبقى الهواية ساعتين مش أكتر. مين هنا بيقعد في الفيسبوك أكتر من ساعتين؟ أنا بقعد ساعتين بصراحة يوميا تقريبا كده، أو ساعة ونص يعني. بدخل سلام عليكم، أشوف الشغل، أحط بوستات وأمشي. يعني أكيد حليمة وطارق متابعيني، يعني على الأقل 3. طب فين الهواية؟ 4. جيت على حساب حاجات تانية، كلنا جينا على حساب إيه؟ العلاقات العامة اللي هي 30%. نوم، عبادة، أكل. لأ، نوم 30، علاقات عامة وأكل، علاقات عامة وأكل وعبادة اللي هي الصلوات الخمسة 30%، اللي هي 8 ساعات أعمل فيهم الحاجات دي. طيب حلو جدا، في الثمان ساعات دول يا طلبة يا شاطرين يا حلوين، أول يا راجل علاقات على الفيس، علاقات على الفيس. لا طبعا، أول حد مهتم بالعلاقات العامة هم كالآتي: العلاقات هم أولا الوالدين الأولوية، ثم الأسرة، ثم الخلان والأعمام. آخر مرة اسأل نفسك كلمت عمتك امتى، خالك، عمتك، آخر مرة امتى كلمتهم؟ سؤال صعب. الأصدقاء، تمام، برافو يا جماعة، الأصدقاء. وهم هنا في شروط، ما ينفعش أقول أصدقاء وأخرج مع أصحابي اللي أنا بخرج معاهم من ابتدائي. يفضل أولا إن هم يكونوا أصدقائي في العمل. واحد، أنت شغال مثلا في شركة اتصالات، اخرج مع زميلك شغال في شركة اتصالات أخرى أو في شركتك الاتصالات، ده للأولوية. هو اللي هيعرفك إيه المكسب، إيه الخسارة، إمتى تكسب، إيه لو في شغلانة جديدة هيفيدك في تحقيق مستقبلك. ثم بعد كده أصدقائك الشخصيين. هتقولي لأ أنا بحب دول، حبهم بس هيقفوا قدامك ومش هتعرف تقول لهم لأ. لكن لو خرجت مع حد أو قابلت حد بيشتغل في نفس مجالك هيفيدك كتير جدا. وصلت ولا ما وصلتش؟ يلا يا ريت اللي موجود يكتب واحد بعد إذنكم. مع الإنجاز والارتقاء، إحنا قلنا دلوقتي في 2 معانا، كان هبة وكان محمد حليمة وأنا عاوزين حد يقول لنا قبر مين ده؟ ده قبر مين؟ هنشوف بقى إيه خبرة الشعوب العربية. بسم الله ما شاء الله، قبر، قبر، جريف، مدفن. لا، هو القبر موجود ورا السور الأبيض وبعد كده مسجد صغير. لا لا، طيب أسهلها لكم. لا لا، ده شجر الصنوبر. أين ينبت؟ في الشام. الشام في تونس أنا عارف، بس هو في الشام. القبر ده في الشام، في دمشق، قبر عمر بن عبد العزيز. تمام، عمر بن عبد العزيز كان والي على المدينة، كان الأول قاضي في المدينة وحكم بالعدل. فجه مروان بن عبد الملك وقال أنا عايزك تبقى حاكم المدينة. تطلع أن يكون حاكم المدينة، تمام، وبعد كده ولوه على الشام، بقى والي الشام. وبعد كده حينما مات الخليفة بقى هو خليفة المسلمين، عمال يرتقي. تزوج فاطمة بنت عبد الملك وهي
محرم لثلاث خلفاء راشدين وأصبح خليفة للمسلمين، حتى أصبح في عصره يقومون بالنداء من يريد مال يتوجه لبيت المال، لأنه لا يوجد مال كثير لأحد يريده. تخيلوا من قمة عدله. طبعا خد خطوات حياته خطوة، يخلص خطوة يبص الخطوة اللي قدامها، يبص الخطوة اللي بعدها، ما تقفش عند حاجة. وده أنا كاتب الجزء دوت في موظف النجاح، في كتاب موظف النجاح الجزء الثاني. كتبت، خلصت، اشتغلت، شرحت الخمسة، بعد كده 30، بعد كده فضلت واقف فترة، شرحت 100 في الجامعة، بقوا 200، اعتدت على الظهور على مسارح الجامعة، تمام؟ بعد كده قمت جاي اتنقلت لفترة تانية في حياتي، إن أنا بدأت أطلع في التلفزيون، طلعت حلقة، وبعد كده طلعت الحلقة التانية، اهتميت إن أنا أركز في شغلي، أحضر الحلقة قبل ما أطلع، ألبس كويس، لحد ما بقالي فقرة ثابتة أسبوعي. بعد كده اهتميت إن أنا أعمل كتاب، عملت كتاب، عملت الجزء التاني، وحاليا بيتم طبع رواية خاصة بي عن الثورة المصرية. دخلت أونلاين، بدأت أعمل أونلاين، أواجه جمهور موجود مش قادر يوصلي في مصر، في تونس، في لبنان، في ليبيا، في السعودية، في الكويت، مش قادرين يوصلوا مصر، بحاول أوصل لهم. طلعت خطوة، بفكر أرتقي أكتر، أسافر برا مصر، أدرب في أماكن معينة. كل واحد فينا الارتقاء بتاعك والإنجاز، تيجي تقعد آخر الشهر تكتب عملت إيه الشهر ده، وصلت لإيه، بدأت فين وانتهيت فين، هل أنا واقف مكاني، طب هفضل واقف مكاني لحد إمتى. وما تستعجلش، يعني أنا كنت فاكر إن أنا بعد أول حلقة كل التلفزيونات هيستقبلوني، مفيش حد استقبلني، نفس القناة، تاني حلقة نفس القناة، تالت حلقة نفس القناة، توقفت شهر ورجعت نفس القناة برضه. ما تستعجلش، مصيرك هيجي يوم توصل للي انت عايزه. عيش الحلم جواك وكبره واكبر معاه، لكن ما تخليش الحلم يكبر عليك، دايما شوف انك هتقدر توصل. الاستمرارية، برافو عليك. الدور الإيماني، الدور الإيماني مهم جدا في الحياة. الدور الإيماني هنا بنصح إن إحنا في نوعين من العبادات، نوع عبادة الجوارح وعبادة القلب. عبادة الجوارح اللي هي الشيء اللي بنقوم بيها بأجسادنا، الصوم، الصلاة، أما عبادة القلب فهي التسبيحات والاستغفارات. وخير حاجة تدلك على ذلك كتاب الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين. أهلا بهمس ليل وأهلا بعلاء جاد. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، 4 أجزاء بس، هيزود عندك حاجات أنت مش واخد بالك منها. خلي بالك الإمام الغزالي فيه مقولات كتيرة موجودة ليه على الإنترنت دلوقتي، أتمنى أنكم تتابعوا. إنسان، وعليكم السلام، يعني عليكم السلام. تنمية القدرات العقلية، عشان ما أقفش مكاني في حياتي، أقرأ كتابين كل شهر في غير مجالي، تاني كتابين في غير مجالي، كتابين في غير مجالي، ركزوا معايا. يعني لو أنت مجالك التنمية البشرية، تقرأ كتابين عن أي شيء تاني، عن تاريخ، عن طب، لا إله إلا الله، كتابين في غير مجالك، حضور 3 دورات سنوية على الأقل زي اللي أنتوا بتحضروها، حضور مؤتمر علمي متخصص، بتوع الهندسة يحضروا مؤتمر عن هندسة، بتوع الطب يحضروا مؤتمر عن طب، متابعة مجلة علمية شهريا في مجالنا، متابعة 2 من العلماء المتخصصين في المجال الخاص بك، شوف آخر إصداراتهم وآخر أقوالهم. حاول دايما تضاعف الدخل السنوي بتاعك. إزاي؟ يعني مثلا أنا كل سنتين عاوز، لو أنا مرتبي 2000 جنيه، يبقى السنة الجاية بعد سنتين 4000، بعد 3 سنين 8000، وهكذا. وممكن أضاعف الدخل الملكية كل 5 سنوات، يعني لو أنا معايا مثلا سيارة ب100 ألف، كل 5 سنين عاوز أجيب سيارة تانية ب100 ألف. إزاي؟ عن طريق ادخار 20% سنويا
من راتبي. طبعا نظرية الاستثمار ديت مش موجودة، لأن فقد الاستثمار ربنا يكرمكم وتوصلوا له، لكن الحياة صعبة اليومين دول. يعني لو ربنا كرمنا ومعانا فلوس زيادة هندفعها في الأسهم والعقار والاستثمار المباشر. المهارات المطلوبة في حياتنا هي معظمها خاصة بالتنمية البشرية والإدارة، التخطيط، القيادة، اتخاذ القرارات، دراسة الجدوى، تعلم الكمبيوتر واللغات. ثم نصيحة، أتقنوا اللغة الإنجليزية. 80% من العلم المتواجد على الإنترنت باللغة الإنجليزية. تمام؟ كان هذا هو أهم المهارات المطلوبة. طيب، في أي استفسارات تحبوا تفسروا عنها؟ أي استفسارات في المحاضرة كلها؟ طيب، أشكركم جميعا وأتمنى أنكم تكونوا استفدتم. مرة تانية أنا هحاول إن أنا أكتب لكم الأكونت بتاعي، اللي عاوز يعمل سبسكرايب يعمل، اللي عاوز يعمل اد أهلا بحضرته أو حضرتها، وفي البيج الشخصية دي الأكونت، وأنا هنزل بالبيج الشخصية بتاعتي برضو. البيج بيكون فيها مواعيد المحاضرات أو انا اتشرفت بيكم و اتكلمت عن التخصص عن طريق اختيار المجال، وقلت لازم ان كل حد يتخصص في اختيار المجال، التنمية العقلية عشان تكتبيها. طيب، انا هجيب لك السايت بتاعها. حاجة تنزلوا لزمايلكم بيه بعد إذنك يا طارق، يعني لمن، وهو هيشوف في الجدول وممكن يسهل له الموضوع ده. أنا سعيد جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأتمنى لو في أي استفسار أو أي حاجة ربنا يقدرني إن أنا أجاوب عليه. تمام، و نوصل في الآخر إن إحنا نفيد الوطن العربي كله ونفيد أنفسنا. اللينك مكتوب فيه كلمة رايت في الآخر. طيب لحظة، هحاول أحطه من غير كلمة لايك، من غير كلمة لايك. ماشي، شكرا جدا. طيب قبل ما أمشي، حد هيعوز حاجة؟ طب يعني ممكن بس أشوفكم مبتسمين قبل ما أمشي؟ ما احبش الطالب يكون في المحاضرة مش مبتسم. انا اشكركم جميعا واتمنى ان المحاضرة تكون عجبتكم. تمام، بالظبط، اشوف ابتسامتكم كلكم قبل ما امشي. انا موجود على الفيسبوك ساعة تقريبا معاكم، لو حابين تدخلوا تسيبوا تعليقاتكم. انا هشكركم
هناك، ولا اللي يحب يخش يسيب تعليقات على الاكونت او على البيج الرئيسية اللي هكتب لكم اللينك بتاعها قبل ما اطلع حالا. حد هيحتاج المايك او حاجة؟ هتحتاج تقول اي حاجة طلع قبل ما امشي؟ لينك بليز. اوكي، لينك البيج. بس هو الانترنت بطيء شوية ومش عارف اوصل. لا يعني انا بكتبها في السيرش اصلا مش بتطلع لي انا شخصيا. خالد رمزي محاضر التنمية البشرية، 22,000 لايك. ايوه اهي تمام، ده لينك البيج. لو في PDF المحاضرة هي باوربوينت، هبعت ليك الفرق قريب ان شاء الله ينزلها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.